لكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. احنا نقول مثلا التقسي وبشي ينتهي في موضوع الانتهاكات الجسيمة، وسنحيل في شهر في نهاية أكتوبر بداية نوفمبر إلى الدوائر القضائية المتخصصة أول الملفات، فما إشكالية. الدوائر القضائية المتخصصة ما زالت ما توجدتش، كيفاش نعملوا تأجيل شهر؟ هاو توا غدوة سيد نائب الرئيس والسيدة رئيسة لجنة التقسي باش يعملوا دورة تكوينية مع القضاة والمحامين من أجل أنه على الأقل هالتكوين هذا ننتهي منه، اللي هو شرط بالقانون ما نجموش ينتصب الدوائر القضائية المتخصصة وهي ما تكونوش. دونك نستناو